أحييكم وأستهل النشرة بالعناوين. لبنان يحيي العيد 70 للاستقلال. ضبط سيارة مفخخة 400 كيلوغرام في بلدة مقني البقاعية. المفاوضات الإيرانية الغربية يوم حاسم في جنيف. 70 سنة على استقلال عام 43، لبنان يحتفل بعرض عسكري وسط إجراءات أمنية مشددة وسط طغيان صورة التفجيرين أمام السفارة الإيرانية في بئر حسن على المشهد. هي ذكرى 70 لاستقلال لبنان، ذكرى أراد المسؤولون وقيادة الجيش الاحتفال بها لأنها جامعة رغم سوداوية الصورة محليا والانفجارات المتنقلة والضحايا التي تسقط. تميز احتفال هذا العام بإجراءات أمنية أكثر من متشددة في نطاق بقطر كيلومترين. إثر وصول الرئيس ميشيل سليمان توجه فورا إلى نصب الجندي المجهول، تحية وإكليل الزهر وجولة تفقدية عبر سيارة جيب على القطع المشاركة. صورة تجمع رئيس الجمهورية وحوله 3 رؤساء، الرئيس نبيه بري ورئيسان للحكومة مستقيل ومكلف، كانت فريدة وهي سابقة في مناسبة الاستقلال، ومشاركة في العرض عند جادة شفيق الوزان من معظم الكتل السياسية النيابية، إلى عرض مصور أعدته مديرية التوجيه بعنوان بين مشهدين، تحية من الكونسيرفاتوار الوطني للراحل الكبير وديع الصافي عبر باقة من أغانيه الوطنية. بدأ العرض العسكري بمرور بيارق الجيش وسرايا من الدول المشاركة في اليونيفيل قبل أن تمر وحدات من ألوية المشاة. ولأنهم مميزون ويسيرون بخطى رياضية، مر عناصر من أفواج التدخل والمجوقل والمغاوير والمكافحة وسرية الحماية في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أمام المنصة. مشاركة أخرى لقوى الأمن عبر سرية الخيالة المنبثقة عن النموذج الفرنسي، فضلا عن مجموعات من الأمن العام وأمن الدولة والجمارك. ولا يكتمل العرض دون مرور الآليات من سيارات تحمل مضادات للدروع ومدرعات ومصفحات ودبابات وراجمات صواريخ. عرض استقلالي مميز ظللته أسراب مروحية في زمن يسأل فيه كثير من اللبنانيين عن الاستقلال ومعانيه وسط التبعية من قبل البعض إلى هذه الدولة أو تلك. وفي قصر بعبدة استقبالات بمناسبة عيد الاستقلال، ولكن قبيل بدئها عقد الرئيس سليمان اجتماعا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبعد ذاك استقبلوا الوفود وفقا لما هو مقرر في وقفة تضامن اللبنانيين ضد الإرهاب وتعبيرا عن الوحدة الوطنية. ومن بين الزوار المهنئين بالعيد الرئيس أمين الجميل، الرئيس فؤاد السنيورة، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، ووزراء حاليون وسابقون ونواب حاليون وسابقون، إضافة إلى رجال دين ورؤساء الهيئات القضائية ومدراء عامين وفاعليات. الرئيس سعد الحريري رأى أن رسالة الرئيس ميشيل سليمان بمناسبة عيد الاستقلال اختزلت كل ما يجب أن يقال، معتبرا أن البلاد تنوء بأعباء التورط في الحرب السورية، ويتصاعد منسوب التشنج الطائفي والمذهبي إلى حدود الذروة، ويحيط القلق من الفراغ بكل أوجه النظام السياسي والمؤسسات الدستورية، وتتسلل أصابع الإرهاب للعبث بالاستقرار العام. ولفت الحريري إلى أن السلاح ينتشر في أيدي المحازبين والمجموعات والأنصار والسرايا كما لم يسبق أن حصل من قبل. وقال الحريري إن رسالة سليمان تعبر بالوقائع التفصيلية عن روح إعلان بعبدة الذي لا يريدون له أن يبقى مجرد حبر على ورق وحسب، بل إنهم يسعون إلى محوه من الوجود السياسي. وبينما كانت الشخصيات الرسمية تحتفل بعيد الاستقلال، كانت جمعية بكل فخر لبنانيون وأحرار تسترجع الذكرى 70 للاستقلال بوقفة احتجاجية في عين المريسي، رافعة لافتات تطالب فيها باستعادة الوطن من الزعماء وبنظام انتخابات جديد وباستقلال حقيقي بعيدا من الأحزاب والطوائف.
في رسالة وجدانية لافتة إلى لبنان في عيد استقلاله استهلت بالإشادة بالأدباء والمفكرين والموسيقيين اللبنانيين ومآثرهم في العالم. ذكر السفير البريطاني توم فليتشر كيف نفض لبنان غبار الحرب الأهلية عنه ليعود أفضل بلد مضيف، لا للسفراء وحسب بل لمئات الألاف من اللاجئين السوريين الذين نزحوا في خلال العامين الماضيين. وإذ أعرب عن إعجابه بمزايا لبنان وخصوصا التنوع الديني فيه، عبر في الوقت عينه عن إحباطه لحال الشلل التي وصل إليها، داعيا اللبنانيين إلى تجاهل نصائح الآخرين والرهان على بلدهم، ومؤكدا أنه بدوره يراهن على لبنان عام 2020. محرك البحث جوجل احتفل بدوره بالعيد 70 لاستقلال لبنان، فجعل شعاره باللون الأحمر ومعه صورة لصخرة الروشي التي تؤدي بالمتصفحين إلى صفحة تتحدث عن وقائع ومعلومات عن عيد الاستقلال. تتابعون بعد الفاصل. ما قصة سيارة مقني المفخخة؟ في وقت تتواصل التحقيقات في تفجيري بئر حسن ضبطت سيارة مفخخة بكميات كبيرة من المتفجرات في البقاع. بعد ثلاثة أيام على تفجيري بئر الحسن الانتحاريين نجا لبنان من كارثة حقيقية، فقد فككت فرقة الهندسة في الجيش اللبناني سيارة مفخخة بأكثر من 400 كيلوغرام من مواد TNT والسيفور وبودرة الألومنيوم وقذيفتي هاون مربوطتين بجهاز تحكم حديث أون أوف. السيارة المفخخة والمعدة للتفجير هي من نوع بويك، تحمل رقم اللوحة 401907 على جيم، وقد عثر عليها على طريق مأني يونين مصابة بطلقات نارية في عجلاتها وزجاجها من الجهة اليسرى. معلومات الـ LBCI تؤكد أن الجيش اللبناني لم يطارد السيارة، بل أفيد بإطلاق نار بعد منتصف الليل في تلك النقطة، ومع حضور دورية للجيش عثرت على السيارة مفتوحة على الطريق، فحضر خبير المتفجرات الذي تولى تفكيكها. المعلومات ذكرت أن السيارة التي أتت من جردي عرسال سلكت طرقات ترابية فرعية حتى استلمت الطريق العام بين اللبوي وحربته، ثم اتجهت جنوبا في اتجاه بعلبك. وذكرت معلومات أن مجموعة أمنية كانت ترصد السيارة وأطلقت النار عليها لتوقيفها بين مأني ويونين في منطقة غير مأهولة حتى لا يؤدي انفجار السيارة إلى أضرار وإصابات، وأن اشتباكا حصل مع سائق السيارة وركابها الذين لاذوا بالفرار. مصادر أمنية رسمية ذكرت في المقابل أن توقف السيارة جاء نتيجة خلاف بالصدفة حصل مع سيارة أخرى، ما اضطر ركاب السيارة إلى تركها بعد إصابتها. وفيما يتم تتبع رقم السيارة، لفتت المصادر عينها إلى عدم وجود سجلات رسمية لها في لبنان، من دون أن تؤكد هل تم تفخيخها في سوريا أو في لبنان. أمنيا في صيدا عثر فجر اليوم على الشاب السوري رامي خالد النابو مقتولا بطلق ناري في الرأس في الشارع التحتاني في مخيم عين الحلوي، وتحقق القوة الأمنية المشتركة في المخيم في الحادث لمعرفة أسبابه. في الشأن السوري أعلن نشطاء استيلاء جماعة تابعة لتنظيم القاعدة على بلدة أطمة شمالية سوريا على الحدود مع تركيا، بعدما طردت منها وحدة لواء صقور الإسلام التابعة لقوات المعارضة. وقد اعتقلت الجماعة زعيم لواء الصقور ونحو 20 من رجاله، وأطمة هي معبر حدودي للأسلحة وللمعارضين السوريين. في الملف النووي الإيراني دخلت المفاوضات حول برنامج إيران يومها الثالث في جنيف، مع استئناف المباحثات بين وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون. وفيما رأى مصدر أوروبي أن هذا اليوم يمكن أن يكون حاسما، أكد المفاوضون الإيرانيون تقدم المباحثات على الرغم من استمرار وجود نقاط خلاف بين الجانبين. تابعوا معنا بعد قليل. 50 عاما على اغتيال كينيدي. قتل 9 أشخاص وجرح أكثر من 14 آخرين في هجمات متفرقة
استهدفت اليوم مناطق متفرقة في بغداد وشمالها. وتأتي هذه الهجمات بعد ساعات على مقتل ما لا يقل عن 48 شخصا في هجمات متفرقة في العراق. توعدت كوريا الشمالية بضرب المجمع الرئاسي الكوري الجنوبي إذا تعرضت لاستفزاز مماثل لذلك الذي دفعها قبل 3 سنوات إلى مهاجمة جزيرة يون بيونغ في الجنوب. وبحسب بيونغ يانغ تمثل الاستفزاز وقت ذاك بإجراء سيول تدريبا بالذخيرة الحية في المنطقة وسقطت في خلاله قذائف في المياه الإقليمية لكوريا الشمالية. تمكن عمال الإنقاذ في ريغا عاصمة لاتفيا من انتشال 33 جثة حتى الساعة بعد انهيار متجر يوم أمس. وفيما لم يتضح بعد سبب الانهيار رجحت وزارة الداخلية اللاتفية أن يكون ناجما من مشكلة متعلقة بعدم مراعاة شروط البناء. ارتفع عدد ضحايا الإعصار هايان الذي ضرب الفلبين منذ أسبوعين إلى أكثر من 5200 شخص حسبما أعلنت وكالة الكوارث الوطنية. ويأتي هذا الإعلان في وقت بدأ الأهالي بإعادة إعمار ما تدمر. الولايات المتحدة الأمريكية تحيي اليوم ذكرى اغتيال رئيسها الراحل جون كينيدي. 22 تشرين الثاني عام 1963 اغتيل الرئيس الأمريكي جون كينيدي. الولايات المتحدة الأمريكية تحيي الذكرى 50 لاغتياله برصاص المناصر الشيوعي لي هارفي أوزولد والذي قتل بدوره بعد يومين من الحادثة على يد صاحب أحد الملاهي في دالاس تاركا الظروف ودوافع الاعتداء الذي صدم العالم محاطة بلغز لم تكشف أسراره حتى اليوم. إحياء الذكرى ينطلق مع دقيقة صمت في جميع أنحاء البلاد ومراسم تأبين في مدينة دالاس التي أطلق عليها اسم مدينة الحقد حيث تقرع أجراس الكنائس حدادا في اللحظة نفسها التي قتل فيها الرئيس 35 للولايات المتحدة. وإحياء للذكرى أيضا أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تنكيس كل الأعلام في الولايات المتحدة بكاء على خسارة رجل عظيم خدم الدولة وصاحب الرؤى والحكيم المثالي بحسب قول أوباما الذي أضاف إن كينيدي يمثل الأمريكي النموذجي الذي قاد دوما بلادنا إلى مواجهة المحن وكتابة مصيرنا وبناء عالم أفضل. وفي المقبرة العسكرية في أرلينغتون بضاحية واشنطن حيث دفن جون كينيدي والتي يزورها سنويا حوالي 3 ملايين شخص وضع أوباما وزوجته ميشيل يرافقهما الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون إكليلا كبيرا من الورود الزرق والبيض بالقرب من الشعلة. بعد 50 عاما على غيابه المأساوي يبقى كينيدي حاضرا وراسخا في ذاكرة الأمريكيين وسواهم حول العالم لا سيما من خلال أقواله ومنها عبارته الشهيرة: لا تسألوا ما يمكن أن تفعله بلادكم لكم بل اسألوا أنفسكم ما يمكن أن تفعلوه لبلادكم. أزمات غزة وما أسيها تتحول إلى أغاني ساخرة. مع تراكم الأزمات التي تواجهها غزة وسط العجز الرسمي لم يبقى أمام عدد من شبان القطاع إلا الغناء الساخر لوضع الإصبع على الجرح وتوجيه الرسائل المناسبة إلى الحكومة التي لم تفي بوعودها. بنحاول نعبر عن وجع الناس وهم الناس بصراحة بالفن الساخر تنشغل بفرج المسؤولين والعالم إن إحنا ميتين بصراحة. مصر إيه القصة احكوا يا مصري بدكم تخنقونا نروح عالمي. إجراءات مصر من هدم الأنفاق ومنع التهريب تحولت بدورها مادة ساخرة، وهذه فرقة أخرى من شبان غزة تغني للوقود والكهرباء بمجهود فردي وإمكانات بسيطة. الخطاب الرسمي ما بيأدي الغرض أو ما بوصل الرسالة بشكل كبير، لكن الفن الساخر مندمج معهم كتير ممكن وصل الفكرة أكتر. اتجهنا أنه يكون العمل ساخر حتى يلاقي رواج عند الناس أكتر، يعني حتى يكون له انتشار كبير. وقفت في الكازية طبورا بانتظار. الفن الساخر وسيلة الغزيين الجديدة لتسليط الضوء على معاناة وأزمات غزة التي تداعت بسبب الخلاف الحمساوي الفتحوي. للمؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال من قطاع غزة شريف النيرب.
معقول يغيروا شيء؟ إلى اللقاء.